ما تسبب. بكره هو ال 24 ساعه احنا لنا اماكن 24 ساعه. جميل حضرتك اتصرف زي ما هو هيتصرف لان اليوتيوب هيدفع لغايه الشغل. ثواني كده يا فندم دلوقتي دلوقتي خلاص اتصرف لان احنا بعد الصلاه هنجيب الموتوسيكلات. ده شغل ده شغل بقاله كذا سنه ما ينفعش تنفي يومين. بس ما ينفعش تنفي يومين. اتفضل يا ست المجتمع. طبعا انت ما تعرفش طالع حد من حق الدوله دلوقتي لان هو فعلا ما اشتغلش ولا شغل الحاجه بتاعته صح. احنا عايزينهم يخشوا ويشتغلوا ويستخدموا مرافق ويبداوا يطلعوا انتاج عشان نقول لهم حق الدوله فين وحقكم فين. لا معلش احنا ان شاء الله هننفذ.